صافي سلمونا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من امام مقاطعه مير سلطان الفيله. رحل رئيس وانتخب رئيس، وهذه هي السياسه. الولاء لا يكون للاشخاص ولكن الولاء للعمل ولاداء المهام، وان الانسان يكون مهني ويكون مواطن ويكون عنده روح المواطنه. ما خصناش نديروا الولاء للاشخاص، لان الاشخاص يرحلون ماشي فقط في المناصب السياسيه ولكن في جميع المناصب. لو دامت لغيرك لما وصلت لك. اليوم واحد الانتخاب اللي هو استثنائي، انتخاب رئيس جديد. علاش كاينه هاد الروينه وهاد تسليط الاضواء؟ لان الرئيس السابق هو بودريقه، رئيس ديال نادي الرجاء العالمي. لهذا كاينه هاد الروينه وهاد الضوضاء وهاد، حيت ملي تكلمنا مع الناس قال لك حتى الرؤساء اللي كانوا قبل من بودريقه راه ما داروا والو. ولكن حتى واحد ما كان كيهضر عليهم دواء على بودريقه، حيت بودريقه الرئيس ديال الرجاء لانه واحد الشخص اللي معروف. دونك حتى اللي قبل من بودريقه راه ما خدموش هاد الدرب السلطان. وكذلك في الهراويين، وكذلك في مولاي رشيد، وكذلك وكذلك وكذلك. اذا اليوم ملي خصنا نتكلموا بوضوح وبصراحه في جميع المقاطعات. للاسف الشديد الاغلبيه ديال هاد المرشحين اللي كيترشحوا وكيتنتخبوا، الاغلبيه ديالهم تيتنتخبوا على قبل المصالح ديالهم الشخصيه، لقضاء اغراضهم واغراض الاتباع ديالهم. كيف ما قال لي واحد السيد، راه الرئيس اللي كيطلع عنده واحد الاتباع، واحد المقربون، هذوك هما اللي كيستافدوا من ديك الوليمه، هذوك هما اللي كيستافدوا من البقره الحالوب، وبالتالي لما صوتيش عليه كتولي عدوه. معايا بعض افراد او بعض الساكنه ديال منطقه درب السلطان اللي غادي يقولوا لنا اشنو هما المشاكل اللي كيعانيو منها وشنو الرساله اللي بغاو يوجهوها اليوم بخصوص ملاعب القرب. اولا السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا لاله فاطمه الزهراء، وشكرا على التتبع ديالك، تبارك الله عليك، تنشكرك بزاف وديما ناشطه في هذا الشيء. حنا كساكنه درب السلطان وغيورين على درب السلطان وغيورين على المنطقه، الحمد لله حنا كغيورين على هذه المنطقه. اليوم جينا حضرنا الانتخابات الاستثنائيه، تنقولوا استثنائيه لان القضاء فصل فيها، لان الرئيس السابق لا عداوه لنا به ولا شي حاجه، الاسم ديالو فوق كل شيء لانه هو راك معروف على الصعيد المغربي او الصعيد العالمي. والحمد لله اليوم انتخبوا واحد الرئيس اللي عنده كاريزما وهادي وكل شيء الحمد لله، والمجلس اللي كان اليوم نقدروا نقولوا متفوق، زعما الانسان لا سياسيا ولا اداريا ولا قضائيا الحمد لله هذا التوليفه اللي داروا في مستوى عالي تبارك الله اصطناع به. المهم حنا ما نقدروش نحكموا على هاد الناس، خليهم تيخدموا وما نقدروش نهضروا عليهم شي سلبيه منذ البدايه. باش حنا كساكنه تنعرفوا كل شخص، لان هذا المجلس تيتبدل غير على غير البلايص اللي تيتبدلوا، اما الاعضاء ديما تيبقاو هما الاعضاء اليوم يكون في ثالث ولايه هذه ولا ثالث ولايه تنشوفوا فيهم هما نفس الوجوه، قليل اللي تيتغير. حنا بركه من الوجوه القديمه، المنطقه ما تطلبش شي حاجه كثيره، لان المشاريع الكبرى وداك الشيء الله يجازي عاش الملك هو اللي مكلف المشاريع الكبرى، وتنطلبوا له الشفاء العاجل ان شاء الله، وتنطلبوا طول العمر ديالو. غير انما هاد الناس اللي تنوبوا علينا في هاد المنطقه بكل صراحه، حنا المطالب ديالنا ماشي كثيره، الساكنه ما بغات والو، تتكلم غير على الاناره، الصحه، جنازه، هادشي اللي تطلبوا، منازل ايلا السقوط، استفاده، هادشي شي حاجه اللي كبيره وسهله باش الانسان يقوم بها. لا لا اسمح لي غنوقفك، شغلوا ما داك تكون كبيره ولا تكون صغيره، حيت انا ملي كناخذ واحد المنصب واحد المسؤوليه الا وانني خصني نكون قادر بها، لان نهار كترشح باش ان يصوتوا عليك الناس راه باش تقضي لهم هذوك المصالح. منين انت كيجيوك المصالح كبيره عليك اولا المنصب كبير عليك اولا المسؤوليه كبيره عليك، سير في حالك وخلي الناس اللي غاديين يخدموا. لا نقول لك واحد القضيه، الحمد لله ولات مجلس المدينه المقاطعه كانت عندها واحد الوقت واحد التفويض اللي الجماعه كل مركز الجماعه، مركز الجماعه عندك تفويضات عندها هذه عندها هادي. الحمد لله كاين مجلس المدينه الامور غادي احسن. دابا كاين جماعه الدار البيضاء ومقاطعات. حنا الساكنه المطالب ديالنا ماشي كبيره بزاف كما تنقول لك، نعاود نقول لك فاطمه الزهراء، المطالب ديال الناس ديال الاناره، ديال الواد الحار، ديال الجنازه، ديال هذه. واخا ندخلوا في صلب الموضوع، وهما ملاعب القرب اللي هما كانوا من النقاط السوداء في الولايه السابقه. لا اله الا الله، هذا الباب حليتي، اغلاق هذا الباب اللي حليتي باب كبير تبارك الله، لان الاغلاق ديال الملاعب هو الناس تقصاو كفرق ديال درب السلطان، تقصاو باش يديروا التدريب ديالهم في ذوك المناطق في هذوك الملاعب وهذه، ولاو الناس محتكرين هذيك البلاصه بلا ما نجدوا الاسماء، لانه باين العلني كل شيء عارف هذا الشيء. حنا اليوم علاش جينا نتكلموا على واحد المشروع اختي اللي دار في البلديه، هو السوق ديال الجزاره سماط سماط البلديه، تقولوا كاين تقول الجميعه كاين تقول هو الاصل ديالو البلديه، هو داروه
حنا كنا كنتمناو خير لان حنا مع الجديد ومع كان جرده تما كان جرده ل 100 كانت مساحه خضراء اكثر من 100 سنه وهي تما وهذا المشروع هذا المشروع فاطمه الزهراء على ما تنظن ثلاث الولايات واربعه الولايات اللي دازوا قبل وكان عندهم هذا المشروع وتا واحد ما حرك هذا الماء الراكد اليوم هذا السيد فاش كان جا الرئيس السابق حرك هذا الماء الراكد وما داش المشروع في المستوى هذا هو المشكل اللي عندنا حنا اما حنا مع الجديد ومع السوق الجديد ما باش يقول انه مشروع مشروع لان حتى المحل مشاريع مشاريع والمحلات ديال الجزارين صغار بزاف الناس ديال الشوايد راهم فوق حتى هما صغار اختي فبحال هكا يعني لا يرقى للمستوى كتقول انت كمواطن كون خلاو الناس غير تما كون خلاو دار لهم غير ترميم وهذيك الجرده تيرموها وداروا في وسط واحد الخصه وداك الشيء وقلت واحد الجماليه ما بين هنا وهنا دابا من وقع المشكل كما تدوك وقع الفاس في الراس حنا عندنا مطلب اخر هذاك المشروع والمشروع اللي انفاس مع الكزاف داكشي يترمم يبقى داكشي ديال التراث ديال درب السلطان يترمم داك السوق انا كنفكر الناس ديال المسؤولين حنا ما نقدروش غير يرموا السوق لا وداك الاخر اللي بلاصه هذاك اللي انفاس مع لان هذاك السوق كبير ديال الحوايج وداك اش نديروا فيه هذاك ديال الحوايج وداك هذاك المشروع اللي انفاس يعطيو يدخلوا فيه واحد الاموال للجماعه ولا لمجلس المدينه ولا للعماله يعطيو يكريو يعطيو سوارت ولا اي شيء ديروا سوق نموذجي لا ماشي سوق نموذجي لان تما سوق كبير ديال الملابس وكل شيء كاين اقبال دابا الناس يسولوا واش غيتباعوا واش غيديروا يبيعوا يدخلوا فيه فلوس وانفاس ما بين يدخلوا على الاقل على الفلوس اللي خسروا عليه الله يرحم الوالدين ما بين السوق ديال الجزاره وما بين السوق اللي تبنى يوصلوا نص منه يديروا الجرده كاين المساحه تجي تشوف ان شاء الله في الجزاره اذا العشوائيه العشوائيه هي المشكل ديالنا الاساسي اليوم ملي كنتكلموا على الصماط او للبلديه او للجميعه نتكلم ايضا على السوق اللي دار في الهراويين واللي بناوه بالملايير ديال السنتيمات واللي تبنى على واحد المساحه كبيره حقه ما حقه غيطلعوا لي الناس ديال درب عمر ما طلعوا الناس ديال درب عمر ما خدم السوق البيبان تخونوا اصبح مرتع للفساد للمتشردين وكرا من اوكار الدعاره كيرهق السلطات الامنيه بعد ملي كنمشيو لذاك السوق كنلقاو المقدم مسكين ونلقاو المخازنيه ونلقاو البوليس النهار كله ما تيقلبوا على دوك المتشردين ما داروا فيه حتى حاجه تخسرت فيه الفلوس اليوم الصماط حتى هو راه غادي في هذا الاتجاه لان ما بغاوش دوك الناس الجزاره ما يمكنش لنا واحد عنده محل كبير شوي كبير ونمشيو ندير ليه واحد السويق صغيور ونقولوا حق راني درت لك سوق اللي هو نموذجي اللي غتقدر تدخل ليه هذه عشوائيه وهذا الهدر ديال المال العام وبارك علينا من مثل هذه التصرفات واحد النقطه واحد النقطه فاطمه الزهراء تيمشي لذاك السوق دابا من بناو السوق وبناوه وسالاو السوق وخلاو واحد الكرياج كما تنقولوا داير به ولا دابا النفايات كلها تتلاح تما الازبال الناس حاشاك تيقولوا تما تي بزاف دابا ولا تما رائحة كريهة دابا بالنسبة للناس يجيو ياكلوا عندنا أنا كنت نشتغل تما الناس يجيو ياكلوا عندنا كاينة رائحة كريهة ما بقى حتى واحد كيقدر يمشي ياكلوا تما هذا هو المشكل اللي ولا حنا تنتمناو غير يجمعوا داك هذاك الكرياج يتجمع هذاك صاحب المشروع اللي بنا أو شيء دابا بحال داروا لهم زبالة داروا لهم زبالة وفين نعسوا المتشردين الله يرحم الوالدين داروا لهم أوطيل دابا اللي عنده شي زبل من دارو أي شيء ميكا لوح 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 عرفتي لا جيتي تما يضرق قلبك اختي فاطمه الزهراء وتنشكرك بزاف راه غادي نجيو ندير واحد الزياره تما ان شاء الله ونتلاقاو بكم وشكرا لكم شوف تيفي تبارك الله عليكم ومرحبا بكم تتواكبونا في هذا الشيء ديالنا تتبردوا لنا الغالي ديالنا بكل صراحه شكرا بزاف تبارك الله عليكم الله يوفقكم وتبارك الله عليكم ولاله فاطمه الزهراء شكرا لك اذا مشاهدينا الكرام هذه بعض المشاكل جزء من دابا المشكل ما تيكونش مشكل وكيجي شي رئيس جماعه كيدير مشكل بلا مشكل دابا هاد السوق اللي تبنى في الصماط راه ما كانش المشكل وداروا مشكل عوض ما يحيدوا مشكل داروا مشكل اكبر مشاهدينا الكرام نختم معكم اكيد انكم خديتوا صوره واضحه على الانتخابات الرئاسيه الجديده في مقاطعه مرسلطه الفداء الى اللقاء